السلام عليكم طلابي الأعزاء جريد 3، أهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله إحنا هنستعرض كده مع بعض المنهج بتاع الماس الفيرست تيرم، وعايز كده ناخد يعني هناخد فكرة عامة عن المنهج اللي إحنا إن شاء الله هنشرحه مع بعض لما يعني بعد شوية كده قبل بداية الترم على قناة اليوتيوب. تعالوا نشوف كده إحنا المنهج بتاعنا بيتكون من إيه يا ولاد. إحنا عندنا 6 شابترز. 6 شابترز، اوكي؟ طيب كل شابتر فيه 10 lessons، يعني عندنا 6 شابترز، كل شابتر فيه 10 lessons، يعني عندنا 60 lessons، زي ما كنا بناخد في جريد 2، وفي جريد 4 بقى الموضوع هيختلف شويه عن الكم ده. طيب تعالوا كده بقى نشوف حاجه حاجه. عندنا اول حاجه شابتر 1 في 10 lessons. تعالوا نشوف كده lessons ايه هي الموضوعات بتاعتها اللي بتتكلم عليها علشان نشوف احنا هندرس ايه. lesson 1 و2 بيتكلموا على الباترن والبار جراف. ايه الباترن والبار جراف؟ الباترن اللي هو لما يجيب لك ارقام ورا بعضها كده بترتيب معين، يعني 2 4 6 8، يبقى اللي بعديها كام، اللي بعديها كام، حاجه زي كده. والبار جراف اللي هو اللي هو زي الرسم البياني، اللي هو رسم كده توضيحي، فبنقدر نعرف منه حاجات. وطبعا الكلام ده لما نيجي نشرح بقى هنشرح بالتفاصيل فهنفهم اكتر. طيب lesson 3 و4 picture graph وline plots. lesson من 1 لغايه 4 كل دول بيتكلموا على shapes، اشكال كده ان احنا represent حاجه معينه. الجراف برضو كله على الجراف، واللاين بلوت والبار جراف، كل الحاجات ديت هي داخله في الجراف. فيبقى عندنا من لسون 1 ل 4 كل ده بيتكلم عن الجراف. طيب من اول لسون 5 لغايه لسون 7 measuring length using سنتيمتر وميتر واستيميت ذا لينث. يعني ايه measuring length؟ يعني يبقى عندنا حاجه كده بنقيسها هي طولها قد ايه، زي انت طولك قد ايه، القلم طوله قد ايه، الموبايل طوله قد ايه، يعني ده هو ده اللانس. ميجرنج بقى ان احنا نقيسها ونشوف بنقيس ازاي، يعني نسمع ساعات بابا او ماما يقولوا ده 2 متر، ده 3 متر، ده 50 سنتي، ده 30 سنتي. فهناخد اليونتس دي وازاي ان احنا نعمل ميجرنج لانس والاستيميت، استيميت يعني تقريب اللانس. طيب من لسون 8 لغايه لسون 10 unit of measurements for length المليمتر. هناخد unit اصغر بقى اللي هو المليمتر، unit صغير، تمام. طيب وكده يبقى خلاص احنا خدنا شابتر 1 اللي احنا قلنا بيتكون من الجزء الاولاني بتاعه، بيتكون من البار جراف واللاين بلوت والحاجات ديت، والجزء الثاني اللي هو الميجرنج لينث. طيب نشوف شابتر 2 من اول لسون 11 up to لسون 20. من لسون 11 لسون 20 بيتكلم عن ايه؟ عن النمبرز بقى العاديه بتاعتنا. 11 و12 بيتكلم عن الثاوزند، حاجه بقى احنا كنا واخدين لغايه ال 100، فهناخد الثاوزند في النمبرز، وبعدين الاكبر من 100,000، يعني هنوصل لل 1000 وبعدين ال 10,000 وبعدين ال 100,000، هنوصل لغايه نعد كاونت لغايه ال 100,000. ده من لسون 11 لغايه لسون 14. لسون 15 و16 كاونتنج استراتيجي، ازاي ان احنا نكاونت نعد، يعني لما يجيب لك حاجتين عايز يعملهم بلس بعض هناخد استراتيجيز، طرق. استراتيجيز يعني طرق، طرق ان احنا نعمل الادنج دوت، نعملهم بلس بار. لسن 17 و18 هناخد حاجه اسمها المالتيبليكيشن. المالتيبليكيشن ده اللي هو يعتبر ريبيتد اديشن، يعني ده اما نيجي نشرحه هنشرحه بالتفاصيل، لكن احنا هناخد ده اللي هو التيبل اللي هو 2 باي 2 2 باي 3 2 باي 4، اكيد طبعا سمعنا عنهم، وهنحفظ طبعا التيبل. يبقى 17 و18 هو بيتكلم على المالتيبليكيشن
اللي هو المالتيبلكيشن عباره عن ايه؟ ريبيتد اديشن، يعني اللي هو زي مثلا 3 بلس 3 يبقى ممكن اقول 3 مالتيبلاي 2 كده، اللي هو 3 متكرره مرتين. فده المعنى بتاع المالتيبلكيشن اللي هنشرحه طبعا بشكل اوضح في الشرح بتاعنا. ليسون 19 و20 كوميوتيف بروبرتي اوف مالتيبلكيشن. كوميوتيف بروبرتي اوف مالتيبلكيشن اللي هو ممكن ابدل الارقام، يعني لما اقول مثلا 3 تايمز 5 هي 5 تايمز 3 هتديني نفس النتيجه. هو ده اللي هو الكوميوتيف. طيب يبقى احنا كده وصلنا لغايه ليسون 20، وانا مش عايز اطول عليكم يا اولاد دلوقتي، لان احنا بس مجرد ان احنا بنستعرض المنهج، غير الشرح طبعا هيبقى براحتنا خالص. شابتر 3 اللي هو من ليسون 21 لغايه ليسون 30. ليسون 21 و22 بيتكلم عن ايه؟ ستوري بروبلمز اوف مالتيبليكيشن. مالتيبليكيشن فاكتس مالتيبلاي 4. يعني هيتكلم عن ستوري بروبلم، يعني اللي هي تبقى حاجه فيها مالتيبلاي بس عباره عن قصه، بتبقى ستوري ووردز بروبلم. مالتيبلايز اوف نمبرز، مالتيبليكيشن فاكت باي 2 باي 3. مالتيبلايز اوف نمبر 5 و10، مالتيبليكيشن فاكت باي 7. يعني هناخد كل التيبل، كل النمبرز باي 2 باي 3 باي 5 باي 10 باي 7 في لغايه ليسون 25. كل ده بيتكلم على المالتيبليكيشن والفاكتورز بتاعتهم. من اول ليسون 26 و27 از ذا تايم، تايم اللي هو الساعه، الوقت، الوقت. طيب 28 و29 الديفيجن، الديفيجن اللي هو الديفايدد، اللي هو نسمع القسمه، يعني اللي هو عكس المالتيبليكيشن. ليسون 30 ريليشن بتوين مالتيبليكيشن اند ديفيجن. ايه بقى العلاقه بين مالتيبليكيشن والديفيجن؟ احنا قلنا ان دلوقتي يا اولاد ايه؟ ان هما عكس بعض، وهنتكلم طبعا عليهم لما نيجي نشرحهم بشكل اوضح. طيب يبقى كده لغايه احنا لغايه شابتر 3. نشوف شابتر 4 اللي هو بقى بيتكلم على الاشكال بقى، البوليجونز، الريكتانجل، الاريا، البوليجون. يعني اول حاجه من لسون 31 ل 33 بيتكلم عن البوليجونز. ايه هي البوليجونز؟ البوليجونز اللي هي الاشكال ال 2 دي، اللي هو زي الريكتانجل، السكوير، التراينجل، الاشكال اللي احنا ايه بناخدها في الجيومتري كده وبنرسم. لسون 34 و35 الاريا اوف ريكتانجل، هناخد الريكتانجل وهنشوف الاريا بتاعته ازاي، ان احنا نجيب الاريا بتاعته وهنعرف يعني ايه اريا. حتى هو في اللسن اللي بعده في 36 و37 ذا ديفينيشن اوف ذا اريا، يعني ايه يعني معنى الاريا، او يعني ايه اريا، كلمه اريا دي يعني. بعد كده لنهايه اللسن ديستريبيوتيف بروبرتي تو سولف مالتيبيكيشن بروبلم، هنجيب ازاي ان احنا لما يبقى عندنا رقمين بنعملهم مالتيبلاي بعض او تايمز بعض كبار، ازاي ان احنا نقدر نعملها. هي دي اللي اسمها ديستريبيوتيف بروبرتي. كده يبقى خلصنا شابتر 4. شابتر 5 بيكمل برضه في اللي هو في الجيومتري، يعني في الشيبس، الشيبس الاشكال. وبيبدا هو المفروض من لسون 41 لغايه لسون 50. 41 و42 43 بيتكلم على البارامتر بتاع الفيجر، زي ما حاجه البارامتر كده، هو حاجه زي يعني خاصه، مش زي الاريا، لا يعني هي البريمتر والاريا دول الحاجتين اللي احنا لما يبقى عندنا شيب او شكل بنجيبهم ليه. البريمتر هو الفريم الاطار، والاريا هي اللي جوه الشكل بتاعنا. طيب يبقى هناخد حاجه اسمها البريمتر، وبعدين هناخد بعد كده من لسون 44 ل 46 the difference between the perimeter and the area، الفرق بين البريمتر والاريا. وبعدين لنهايه اللسون بقى سولفنج ذا بروبلمز، هناخد بقى ايه مسائل ان احنا نحلها، وبعدين هناخد المالتيبليكيشن باي 10، المالتيبلاي باي 10. ده كده شابتر 5. اخر شابتر معانا اللي هو 6 بيتكلم عن الاستراتيجي للمالتيبلاي باي 9. خلي بالكم يا اولاد هنا المنهج بتاعنا دوت هو بيركز بالاكتر، مش على حفظ التيبل، لا انا بقول نحفظ التيبل، لكن هو بيديني حاجات تانية أو طرق تانية تخليني لو نسيت التيبل إن أنا أقدر أفتكر بيها أو أقدر إن أنا أحل بيها. لكن مش الاستراتيجيز دي مش هي الأساس، لا الأساس عندي
الاساس عندي او اللي انا شايفه ان هو يكون مظبوط ان انا احفظ التيبلز، لان انا مش هفضل اعمل استراتيجيز، والاستراتيجيز ممكن انساهم بعد فتره. لكن الحفظ التيبل دوت هو الاساس، والاستراتيجيز دي بتساعدني ان انا لو نسيت او اتلخبطت او حاجه ان انا استرجع. طيب يبقى انا عندي من لسون 51 ل 53 مالتيبلاينج باي 9 استراتيجي، اللي هو التيبل 9 باستراتيجيز بالطرق الطريقه بتاعته كذا طريقه ان هي تعرفني اعمل التيبل ازاي. 54 و55 استراتيجيز فور سولفينج ستوري بروبلم، لما يبقى عندي برضه ستوري بروبلم ازاي ان انا احلها، والاديشن والسبتراكت الاستراتيجيز ليهم. اخر حاجه خالص لسون 59 و56 اللي هو الكاباسيتي. الكاباسيتي اللي هو الحجم بتاع الحاجه، الكاباسيتي اللي هو الليكويد السوائل كده، ان احنا نعرفها هي قد ايه او نحسبها ازاي. كده يبقى احنا خلصنا السكس شابترز كده، دول 60 لسونز. هم سهلين على فكره جدا يا اولاد وجمال جدا. ولما نيجي نبدا بقى نتكلم في الشرح ان شاء الله، احنا هنشرح، هو ده الاستعراض دوت مش من المعاصر، لكن هو نفس المنهج يعني. احنا هنشرح ان شاء الله المنهج من كتاب المعاصر، وهنحل من شيتس ومن حاجات تانية ومن بكار ومن الاضواء، يعني هنتنوع في حاجات كتيره بحيث ان احنا يبقى عندنا كل الافكار. عايزكم تتابعوني، تشتركوا في القناه، وتنتظروا المناهج ان شاء الله لما تنزل. وكمان مش هيبقى المناهج بس، لا انا هعمل مع كل حصه هنعمل كويز، اختبار الكتروني، بحيث ان احنا نطبق عليه ونبقى عارفين احنا بنحل ازاي. شكرا لكم يا اولاد، واتمنى ان انكم تتابعوني، هيسعدني جدا. قريب ان شاء الله. السلام عليكم.